السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا المحاضرة الأولى من كورس معمل الفيزياء العامة، وحناخده في المحاضرات هذه كيفية إجراء التجارب بالتفصيل وكيفية كتابة التقارير الخاصة بالتجارب العملية اللي حنديروها بإذن الله في معمل الفيزياء العامة. لهذا نبدأ توا على بركة الله بخطوات تنفيذ التقرير أو خطوات كتابة التقرير. طبعا المعمل عبارة عن مجموعة من التجارب اللي حناخدوها، عبارة عن 7 تجارب. بعد كل تجربة حنكتب تقرير على التجربة، وحناخده توا بالتفصيل شنو هي العناصر الرئيسية يلي لازم تكون في التقرير متاعنا. طبعا رقم 1 في التقرير لازم يكون في صفحة البداية. صفحة البداية يلي هي الواجهة، طبعا الصفحة هذه لازم تكون فيها المعلومات الرئيسية. زي شنو المعلومات الرئيسية؟ طبعا لازم يكون فيه اسم الكلية، لازم يكون فيه القسم التابع عليه الطالب، وأيضا اسم أو عنوان التجربة، عنوان التجربة بالإضافة إلى رقم التجربة، بالإضافة إلى اسم الطالب ورقم القيد، وأخيرا تاريخ التسليم، تاريخ تسليم التقرير. هذه هي العناصر الرئيسية اللي لازم تكون في أول صفحة في التقرير، وهي واجهة التقرير. تمام، زي ما تشوف هنا. نجو توا للصفحة الثانية. إذا أول عنصر حيكون صفحة البداية، وتاني عنصر اللي هو في تاني صفحة حيكون المقدمة. بالنسبة للمقدمة لازم تشمل على المعلومات الأساسية للتجربة. شمال المعلومات الأساسية للتجربة، مثلا لو كانت التجربة قياس الكثافة، لازم نكتب تعريف الكثافة وشنو هي الفائدة من حساب الكثافة. إذا هذه هي المقدمة. بعد تالي العنصر الثالث اللي هو نظرية التجربة. التجربة يقصد بالنظرية الحسابات والمعادلات اللي حنستعملوها في تحقيق القيمة النهائية من التجربة أو الوصول للهدف النهائي للتجربة. وأحيانا يكون القانون اللي حنستعملوه محتاجين إن نثبتوه لنصل للنتيجة النهائية اللي حنستعملوها. هذا المقصد به بنظرية التجربة. نجي توا للعنصر الرابع في التقرير اللي هو أدوات التجربة. لازم نكتبه الأدوات المعملية اللي حنستعملوها في التجربة متاعنا. على سبيل المثال عنوان للتجربة متاعت الكثافة، في الكثافة حنحتاج لبعض المعدات مثلا ميزان لقياس الكتلة، وبالإضافة إلى الأجسام اللي حنقيس الكثافة متاعها وحنستعملها في التجربة متاعتي، بالإضافة إلى قدم الذات الورانية والميكرومتر. هذه هي العناصر اللي حنحتاجها في التجربة متاع الكثافة على سبيل المثال، لهذا نذكرها ضمن أدوات التجربة. نجو توا للعنصر الخامس اللي حنتكلم عليه في التجارب اللي حنديروها، اللي هو خطوات التجربة. يقصد بالخطوات التسلسل المنطقي للعمليات اللي درناها في التجربة من أول خطوة درناها لآخر خطوة. وبعد خطوات التجربة نجو توا للعنصر السادس اللي هو الرسم البياني. لو كانت التجربة تعتمد على رسم بياني حيكون في رسم بياني، ولو كانت ما تعتمدش على الرسم البياني مش حنديرها الرسم البياني. وطبعا الرسم البياني الهدف منه هو الحصول على الميل، والميل يعتبر القيمة المتوسطة للقيم المتحصل عليها من التجربة. وبعد في العادة بعد ما نحصل الميل حنستعمل الميل باش نجيب القيمة النهائية، وبالتالي حيكون العنصر السابع النتائج والمناقشة. النتائج والمناقشة على سبيل المثال كانت التجربة متاعتي إيجاد عجلة الجاذبية الأرضية، إذا النتائج حتكون قيمة عجلة الجاذبية الأرضية اللي تحصلتها من التجربة، والمناقشة حتكون مقارنة ما بين قيمة عجلة الجاذبية الأرضية اللي حسبتها أنا وعجلة الجاذبية الأرضية المعروفة. والعنصر الأخير هو رقم 8 التوصيات. بعد النتائج كلها اللي حصلتها والمناقشة، لو كان في توصيات نبي نضيفها في التقرير متاعي حيكون أفضل وأفضل، لأن جميع البحوث العلمية يفضل أن يكون فيها توصيات، وذلك لأن وصول النتيجة
ونبي ندير التوصية، وهذا يدل على فهمنا للتجربة اللي درناها وفهمنا للنتائج والدور الرئيسي للتجربة في تطوير البحث العلمي. تمام، هذه هي العناصر الرئيسية اللي لازم يتكون منها أي تقرير في معمل الفيزياء العامة. نتمنى أن تكون المعلومات هذه ذات فائدة، وشكرا لكم على حسن المشاهدة. نلتقي في المحاضرة الجاية اللي حتكون أول تجربة بإذن الله، وهي تجربة الكثافة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.